الخبز كتلة عدد كبير ديال المواد. كان الان كنشريو بواحد الخوف، كنشريو بانه نخاف السلاليه الماكله، كنخاف هذا الخوف هذا كيجينا كيبقى يولد واحد سلوك اقتصادي استهلاكي غير عقلاني. كنشري بزاف وكنستهلك قليل. وشوفوا الامهات شحال كاين عدد الامهات اللي كيبقاو يلوحوا عدد مهم ديال الاطعمه، لانه الولد ولا الشاب الماكله كتبات وكان ما ناكلهاش. ولكن نفس الشيء غدا اليوم هي غدا، وهذا يسبب اسرافا وتبذيرا في الموارد النادره بعض المرات لانتاج منتجات تافهه. تزول الاسواق وغادي تمشيو تشوفوا وجميع المنتوجات اللي عندنا في الاسواق هي منتوجات ذات قيمه، اغلبها من منتجات تافهه ونتسابق عليها. وليداتنا الان كتكون غالي، كيقول لك بابا شري لي شي منتوج صوف. واحد الصوف شنو هي القيمه الغذائيه ديالو؟ شنو هي؟ شنو هو القيمه الغذائيه ديالو؟ شنو هو؟ علاش؟ لانه الحلاوه تعود الثقافه، يعني كيقلب على كل ما عنده علاقه مع الحلاوه وفيه نعم. هذا راه مشكل كبير. هذه الانماط الغذائيه لها تاثير على البيئه يا اخوان. كنشوفوا ما نفسده جراء النظام الغذائي وجراء النظام الاستهلاكي ديالنا بصفه عامه، ماشي الغذائي الاستهلاكي بصفه عامه، في الملبس وفي الموسيقى وفي الفن وفي البناء. ايش غير البناء ديالنا؟ بناء يعني ملوث. البناء ديالنا كيلوث. التنقل ديالنا كاستهلاك كنبقاو نلوثوا. ما يمكنش انت باغي تشري بايطه الخبز كتضي مالي طوموبيل كتاكل مع شحال 10 تاع مازوت وتمشي تجيب خبزه كتسود درهم ونص، شي حاجه اللي ما هياش. هذا اشكال كبير بزاف بزاف. اللباس كذلك، يعني اغلبنا كنشريو السراول ديال الجين ولا غيرهم. شحال شنو كيمثل السروال ديال الجين مثلا بالنسبه للاستهلاك ديال الماء؟ تقريبا ربما الى ما خافني شي الذاكره تقريبا 11000 قطرو باش نديروا السروال ديال الجين. يعني هذا كمثال. نفس الشيء بالنسبه للنفايات، ربما ديك المره في اللقاء السابق تكلمنا على تدبير النفايات وتكلمنا عليها. والنفايات عوض ان تكون يعني مصدر لموارد مهمه، اصبحت تشكل واحد كتقل الكاهل ديال دافع الضرائب وديال الجماعه كيصرفوا فيها الملاير، بينما هي في دول اخرى تشكل مصدر للثروه وللثراء. وهذا اشكال كبير جدا. الاستهلاك الان جماعه العرائش مثلا ولا في قصر كبير عندنا اشكال في تدبير الموارد في تدبير النفايات. هذا اشكال. علاش؟ لان النظام الاستهلاكي عندنا فيه فيه اشكال. قلت كذلك المسخ الثقافي تكلمنا عليه، ان المسخ الثقافي الاستهلاكي المحليه